الأناقة الرجالية لا تختلف عن أناقة المرأة، أناقة أو أناقة الطفل، أناقة المجتمع. العصر اختلف كليا، يعني لازم إنه الرجل صار زي، يعني مش الأناقة مش بس للست فقط. ممكن 80% من السيدات يكونوا أنيقات، بس من الرجال نادر ما تحصلين حد يعني ها ممكن يكون أنيق، فأعتقد المرأة أنق من الرجل يعني. الكشخة حق الرجل وحق النساء يعني. والله أشوفها في الزي الإماراتي، وإنها بغض النظر إن كانت الألوان أو الهيئة اللي الشخص يلبسها، لكن ما تاخذش الزي الإماراتي الرسمي. قال من وجهة نظري هو له عزته ومكانته، بحيث ان الرجل لما يحط العقال على راسه كانوا يحلفون فيه. عناصر مثلا الكندوره الرجاليه اصلا، يعني الزي الخليجي هذا اللي يجذبني في الرجل. الاناقه الحقيقيه للرجل في روحه، في اخلاقه، في ادبه، في فكره، في علمه، في عفته. شخصيه الرجل من خلال اناقته. الاناقه الرجاليه انا بوجهه نظري ما اعتبر انه شيء اساسي. كل ما الرجل ارتدى ملابس تبين رجولته وبساطته بيتهيألي بتبقى اجمل. ماتشنج يكون حلو، ما يكون عشوائي يلبس اي شيء، لا لا ضروري يكون عنده ذوق. تناسق بين كل شيء مع بعضه، يعني حتى مع الكلسات والصباط، والصباط يكون نظيف وبلمع. اتصور في السنع انه كيف يتكلم، يلتزم بالزي الوطني، يلتزم بالسنع اللي احنا نقول عنه في الإمارات وأسلوب حياتنا احنا. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته مشاهدينا الكرام، حياكم الله ويانا في سمار، حلقة جديدة وجلسة جديدة تجمعنا بكم مشاهدينا الكرام في هذه الأجواء الجميلة مع ضيوف جدد، حياكم الله. ضيوفنا في هذا اليوم مشاهدينا الكرام الأستاذ الشاعر علي الخوار وأيضا الأستاذ الكاتب أحمد الأميري، وحلقتنا تتكلم عن أناقة ويانا. والله أعطيكم العافية وشكرا على تلبية الدعوة. الله يحييك. يا حياكم الله. بالعكس تشرفنا وجودنا وياكم يعني. الله يعطيكم العافية. طبعاً إحنا اليوم قبل ما نبتدي الأناقة الحمد لله كلنا كاشخين. الحمد لله. الحمد لله. وهذا شيء ضروري. اليوم عرفنا بعد أناقة صار زيادة بعد. إحنا ما بنقول شو استوى قبل البرنامج. فحياكم الله. يعني اليوم يمكن حديثنا بيكون بطريقة مبسطة وحوار بيكون إن شاء الله شيق وياكم خلال الوقت اللي بنقضيه على هالمنامة. في البداية يعني بنبتدي مع الأستاذ أحمد الأميري، شو تعني أناقة الرجل؟ والله يعني هل هي أنا أقول الأناقة حكرا على المرأة؟ لا، الأناقة لأي إنسان يعني. نعم. والأناقة يعني في نظري أنا يعني مش بس في اللباس، يعني الأناقة أناقة الروح، أناقة الأفكار، أناقة طريقة التعامل. يعني الأناقة مثل باكج، يعني ما يعني مش بس في مثل باكج السفر. نعم. انت ما تروح مثلا تختار بس الطيران. نعم. تاخذ الطيران والفندق وكذا. صحيح. فالأناقة يعني أناقة كاملة، يعني الثياب مع طريقة الكلام، مع حتى المشي، مع يعني كل هذا يعني ما يصير ان رجل مظهره أنيق وهو سلوكه. والله للأسف في ناس كذي للأسف يعني. نعم. وهذا مش أنيقين يعني. نعم. استاذ علي الأناقة، أنا مثل ما تفضل الأستاذ أحمد، بعد يعني أنا أقول نبدأ الأناقة من أخلاقنا، من ذرابتنا بالكلام، تعاملنا مع الناس، التعامل بأناقة مع الناس. بعد هذا الدور مثل ما قال، ما أكون أنيق في لبسي وشي وفي تعاملي وفي كلامي، ما أكون أنيق ولا مرتب ولا مهذب ولا كذي. صحيح. عرفت؟ فأعتقد أنه إذا جمعنا بين الاثنين بكون أفضل، يعني بين أناقة المظهر وأناقة الجوهر. نعم. فأكيد جميل. بنكون جميل. بس حد من الناس يعني خاصة هذيل يعني ما اللي شوي ما شاء الله وزنهم زايد، وما أقصد حد معين. لكن دائما يقول لك لما يزيد الوزن يشوف نفسه بأنه يعني كمظهر يقول أنا يعني وزني زايد وحالتي حالة، وتشوف بطني تقام مستوي بعد أسير وأتلبس، وليش أتلبس ترى؟ فيتم على مظهره العادي، ما يهتم بنفسه. يعني كفايه نحن متحملين شكله ووزنه، بعد تحمله وسخ ما يستوي، يصير على الاقل يخفف شويه النص يعني. عرفت؟ يعني اذا الناس متحملين
وزنه وكرشته مثلا وكذي وشكله متحمل عمره بعد زين. فبعد يعني بعد يزيد انه ما يكون انيق، لا يمكن اذا كان انيق يمكن يخفف 50% من نظره الناس للشكل المباشر. واذا كانت روحها طيبه وحلوه وتعامله طيب اسلوبه احترامه للناس، صدقني الناس ما بتنظر لشكله. صحيح، عرفت، بتنظر ل روحها الطيبه، روحها قبل ما تنظر لشكله. صحيح صحيح، عرفت. طيب اذا ما تكلمنا عن جانب يعني ويمكن احيانا انتشر في الاونه الاخيره، يمكن نحن ما نقول منافسة الرجل للمرأة ومتابعته للماركات العالمية والموضة يعني هاي مواضيع ضروري أن نتكلم عنها اليوم، ولكن في البداية الرجل متى نقول هذا الرجل أنيق؟ يعني خل الروح والهذا كمظهر، متى نقول الرجل أنيق؟ هل هو إذا لبس الماركة العالمية؟ هل هو إذا اشترى لبس بأسعار غالية؟ لا يعني ما مش موضوع الأسعار، موضوع أن يعني أنت تلبس اللبس نظيف، هذا أهم شيء، أهم شيء أن يكون اللبس نظيف. نعم. يعني وتختار اللبس المناسب في المكان المناسب. نعم. يعني مثلا حفل تخرج في الجامعة. نعم. وأنا ألبس قميص كات يعني من ماركة عالمية، فأنا مش أنيق. صحيح. أو مثلا أروح أقعد على البحر وأنا لابس بشت. نعم. فأنا مش أنيق. على طاري لبس البحر، وأكيد الجميع لاحظ حاليا لبس البحر صار يلبس في المراكز التجارية، تلاحظ كثير من الشباب، ما أدري هل هي موضة يمكن نحن ما نعرفها، أن أغلب الشباب بدأوا يروحون المراكز التجارية والأسواق بشورت يعني لبس بحر. نعم. يعني أنا أغلب المناظر اللي شفتها لبس بحر، فما أدري مثل ما تفضل. طبعا هذا شيء غير لائق يعني، بس أهم شيء أن الشورت ماركة كان. لا 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 ماركة ألبس على البحر بس مو في ولا قطعان. نعم. كلامكم بخير، لكن حتى مركز الإنسان، مركز الاجتماعي. نعم. يحتم عليه اللبس. صحيح. إذا واحد مثل ما نقول عنه نحن شليتي. نعم. زين، هذا لو لبس مثل ما تفضلت شورت ما حد يعتب عليه أصلا يعني. نعم. لأنه هو أصلا ما عمل نفسه قدر قدام الناس. نعم. فإذا كان إنسان مركز محترم، إنسان جد محترم للناس، أو حتى الإنسان هذا واحد من المشاهير في أي مجال، في مجال الإعلام، في مجال الصحافة، في مجال الفن، في مجال الرياضة، المفروض أن يكون قدوة. نعم. في لبسه، حتى صحيح. في لبسه وتعامله يكون قدوة. صحيح. اليوم عيالنا يشوفون هذا شو يسوي. نعم. فيحاولون يقلدونه. صحيح. لكن المفروض أن يكون مثل ما تفضل أستاذ أحمد، أنه يقول أنه مثلا كل مكان يعني له شيء يناسب لبس. صحيح. يعني ما يصير مثلا يصير حفل التخرج أنا لابس شورت. صحيح. نعم. لازم أكون لابس بدلة مثلا إذا كنت. إلا إذا كانت حفل التخرج من البحر. من البحر. من البحر. لا. لا بس حتى مثلا الحين حفل التخرج عندنا نحن مثلا في جامعة الإمارات أو في جامعة الشارجة. نعم. أفرض أنا كإماراتي بعد ما يصير أصير بدلة، المفروض أصير زي الرسمي. زي الرسمي. صحيح. عرفت. صحيح. وما يصير لابس كاب ولا متعصب، المفروض أنكم تروح. طيب في عادات وتقاليد عندنا في دولة الإمارات بالتحديد، يعني قبل يوم كان يجي الضيف حق أي ريال أول شيء يطاول القحفية أو شيء يحط على راسه قبل ما يطلع عند الباب. طيب حاليا يعني يمكن ما نقول ان احط شيء على راسك ولا تطلع حاصر مثلا، لا تعدينا يمكن مراحل وايد في هالجانب، يمكن استاذ علي يعني مرت عليك. انا من الناس اللي نادر ما اطلع حاصر. نعم. ما اعرف يعني تعودت من وانا صغير. نعم. انه يعني هل يرجع للتربيه يعني من يوم نحن صغار تعودنا على كذي. نعم. حتى نحن يمكن صغار اذا بنصير الملعب. نعم. صغار بس الملعب بنلبس ترينك سوت ولا شيء، حتى نستحيل نطلع بالفريج نمشي بالترينك او بال او بال تلبس كندوره شورت نصير ونبدل هناك يعني. نعم. ونرد نبدل ونرد مره ثانيه. يمكن مع شوي التطور وهذا بدت هاي الامور، هي ما فيها شيء يعني اذا انا بس المهم انا اكون مستور. صحيح. واكون شكلي زين يعني. نعم. ترى حتى مش بس اللبس الاناقه، حتى في قصة الشعر. نعم. في شيء إذا كان رجل يعني قمة الأناقة أنه ما يطلع من الرجولة. نعم. هذا واحد. جميل. أن يكون في حدود الرجولة. صحيح. ما
اقول والله اوكي اناقه المراه مختلفه عن اناقه الرجل. صحيح. فحتى انه يكون في 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 حلاقته سواء كان الشارع او الحيته في لبسه في شيء لازم يكون رجل كمظهر عام رجل. نعم. بالبدايه. نعم. وبعدها تدخل الذوق والاناقه والترتيب والى اخره. نعم. المرأة ترى بعد إلها جانب آخر. صحيح. من الأناقة. نعم. والترتيب وشيء. لكن أنا حتى أشوف عيالنا مثلا. نعم. مسوين قصات متشبهين بالغرب بلا وعي. صحيح. عرفت يعني بدون ما يعني بدون أي مبالاة لعاداتنا وتقاليدنا وديننا وكل شيء. نعم. فليش أقول لك الناس المشاهير هذه لابد أن يكونون قدوة. قدوة. في لبسهم، في ناقتهم، في تعاملهم، في احترامهم، في أسلوبهم، في كلامهم. نعم. في ثقافتهم، في كل شيء يكونون. صحيح. قدوة، لأن الصغار هذول يشوفون هذول إيش يسوون ويسوون مثلهم. أكيد. نعم. الآن اليوم يمكن في هالأيام الحمد لله رب العالمين طبعاً رغد العيش والرفاهية اللي موجودة عندنا تخلي الناس تتسابق في موضوع المظاهر، يعني أول ما يشوفك مثلاً يشوف لبسك، يشوف قيافتك وكذا، ولا أنه يبغى يكون أحسن عنك ويلبس أفضل عنك، وهذا يؤدي إلى تحدي في موضوع المظاهر. يمكن التحدي هذا ما يكون له حد معين ويتم فيه بعدين مغالاة وندخل في أمور في أمور ثانية يمكن ما تصح للرجل أن يسويها. يعني مثل هالأشياء هذه موجودة عندنا؟ هاي للأسف موجودة يعني، لكن يعني إحنا في النهاية ما نقدر نلوم الناس يعني. يعني الناس يعني يحكمون على الواحد من مظاهره. فيعني انت ممكن الشخص اللي تعرفه مثلا قريبك او صديقك ما تحكم عليه من مظهر، لان انت تعرف اخلاقه، تعرف تجلس وياه وكذا وتفهمه. اما الشخص اللي انت ما تعرفه اللي في الشارع تحكم عليه من مظهره يعني. والناس يعني نحن نلوم الناس يعني، واحنا نحن كاشخاص نحكم على الناس من المظاهر. فيعني الانسان مضطر انه يعني يراعي هاي في بعض الاحيان يعني. انت بعد تبى الناس يمكن لانها ما تعرفك، انت اليوم كشخص تبى الناس يعني يسمونها النظره الاولى. النظره الاولى وايد مهمه. صحيح. هي اللي تخلي الشخص يعني انه قدام الناس له هيبه ولا شخصيه ولا كذا الانطباع يعني، والانطباع العام عن الشخص. لكن انت لو صرت لهم في اول يوم مو متحلق وحالتك حاله، عقب مب لو تتسبح بماي ذهب عقب بيقول لك لا هذا من اول نظره. بس نفرق يعني، اذا فرقنا بين موضوع الاناقه والمغالاه في الموضوع. نعم. يعني ان احنا اذا قلنا اليوم بالعكس كل رجل يجب انه يعني يكون مظهره حسن، نمثل ديننا، نمثل دولتنا، نمثل اهلنا في اي مكان بالشكل المطلوب منه. ولكن اذا وصلنا الى مرحله انه مثل ما تفضلت انه يكون في تحدي، يكون في يعني فلان لبس انا لا لازم استوي احسن عنه. انا اليوم جيت الميلس والله استاذ علي لابس ساعه باكر براوي، انا باكر بس ولا حاط بزمه مكتوب عليه اسمه ولا شيء يعني باكر بسير المحل امام المجوهرات لا بس انا اقول لك شيء. اذا الانسان بامكانه وعنده قدره انه ياخذ ماركه او شيء ما بغلط، لان كل انسان على قد يعني مدري له على قد الحافه مثل ما يقولون. لكن اذا انا ما أقدر يعني مثلا راتبي مثلا 10,000 15,000 درهم. نعم. واشتري لي ساعة ب 50,000 وانا ما عندي اصلا. نعم. مصدر دخل. صح. ثاني غير راتبي، ومخلي عيالي باليوع. نعم. صح. مثلا في البيت او مخلي اهلي او مخليها. نعم. عشان اشتري ساعة ب 50,000 ما يوز. صح. طبعا اكيد يعني اذا قيس على هذا ما نقصد الساعة بس يعني، قيس على هذا عام. عند أنا السيارة انا ضبطها يعني ما بيلبس ساعة مثلا ب 50,000 ولازم ترى بيفكر في السيارة، بيفكر في اللبس، بيفكر مدام. صح. انه هو بدأ في هذه الدوامة خلنا نسميها. لا في شيء في. نعم. شيء مهم، في ناس ما تكرر اللبس. نعم. عرفت. بعد هذا مهم. نعم صحيح. حتى لو كان رخيص يعني ما نقول وسط وهذا. نعم. بس ما يكرر شيء. نعم. شافوه عليه شافوه. نعم. يعني الحين اليوم انت مثلا مقدم برنامج. نعم. لازم الحلقه الثانيه ما نشوفك بالكندوره. انت ما تشوف احنا نسوي كناديرنا كلها كنادير بيض ونفس الدقه ما تغير. الكندوره البيضاء اوكي، بس الكندوره البنيه مثلا ما تغير على طول يغيرها لازم. لكن يوم اتفق ويانا بفصل اداد نفس الشيء. هذا يعني في ناس شيء يعني خصوصا اللي يظهرون اعلاميا وايد سواء كان
الوسط الفني، الوسط الإعلامي. نعم. حاول ما يشوفونه يعني أوكي شافوه بالساعة اليوم هاي، باكر يشوفونه بالساعة ثانية المفروض. نعم. وما يقدر يغير العقال، لأن العقال لين يمشي وياك بعد يبالي وقت. نعم. فعلق الكندورة شيء. لكن أنا أقول لك المهم في الموضوع إذا كان مقدورك. نعم. ما حد قال لك لا، وما حد منعك أنك أنت سمون. لكن إذا أنت ما كنت مقتدر لهذا الشيء. نعم. لا تجاري المقتدرين. صحيح. صحيح. عرفت كيف؟ نعم. يعني خلك على قدك. نعم صح. مثل لكن في حدود الأناقة. نعم. حتى سيارتك. نعم. إذا أنت تقدر تشتري سيارة مثلاً غالية وكذي ومقدورك اشتري يا أخي، ما حد يمنعك. هذه يعني حياتك يعني. أنت مقتدر عليها. حياتك. ما بتكلف نفسك أكثر من طاقتك. لا طبعاً. لكن ما يكون أنا مثلاً عندي مثلاً عائلة مكونة مثلاً 8 أشخاص. وعشان ما يقولون والله صار مشتري سيارة هالقد وحط لهم حمود العبود في السيارة، ما يستوي بعد، لازم أخذ سيارة كبيرة أحملهم داخل. صحيح. مرتاحين نسير يعني ما أكون زاهد إلى درجة أن أنا أقصر على نفسي أو أقصر على عيالي، ولا أكون بخيل على نفسي، ولا بخيل على نفسي، ولا بخيل على عيالي، ولا بخيل على أهلي، ولا بخيل شيء، لكن بدون مبالغة. صحيح. عرفت كيف؟ طيب أستاذ أحمد، أكيد في شيء دعاك تكتب مقالات في هالجانب، وأكثر من مقال كتبته في موضوع أناقة الرجل. أول شيء تكلمنا عن المقالات هاي، ليش كتبتها؟ قلم مزقرتي يمكن، وقلم المبهدل وشيء كذا. في مقال، في مقالين هم. نعم. المقال الأولاني كان ليص يعني عندي ربيع. نعم. يعني أشوفه ذو مكاشخ ويعني. نعم. ساعته غالية وتليفونه آخر نوع وأنا يعني كنت أعتقد أنه هو راتبه مثل راتبي. نعم. فكنت أقارن بيني وبينه، فأشوفه هو يعني كأنه هو يعني وارث ملايين يعني. فيوم الأيام سألته قلت له أنت ليش شي تسوي في عمرك يعني؟ فقال لي أنا الصبح أشتغل موظف يعني مثلي. بس المسا كان يسمسر على الأراضي سمسار. فيقول أنا كيف أروح أقنع شخص أن أبيع له أرض مثلاً بعشرين مليون درهم وأنا مثلاً راكب سيارة مثلاً صغيرة سيارة تعبانة كندورتي مثلاً منطرة ساعتي مثلاً كاسيو مال يسمونه بعشرين درهم. فيقول هاي أناقتي أنا أطلع من وراها فلوس، يعني أناقتي جزء من عملي. فهاي الأناقة كانت يعني، فكان هذا سبب المقال يعني. طيب إذا ما قلنا أن يعني الوظيفة هاي المسائية مش موجودة عندنا، وأنتوا وياه في نفس الوظيفة، وإذا لاحظت بأنه يلبس مثل صديقك أنه مبالغ مثلاً في ساعاته في سيارته فيها، وراتبه نفس راتبك وأنت على الحد الطبيعي، يعني ما مقصر في نفسك ولكن على الحد الطبيعي، هل بتتغير صيغة المقال؟ أكيد أكيد يعني بحس أنه هو يعني إنسان يعني 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 متكبر مثلا، مغرور، مصرف مثلا، اناني يعني ما يهتم في نفسه، يمكن ما يعطي اللي حوالينا. نعم. فهذه هي بتكون نظرتي يعني. طيب استاذ علي، في مثل يقول لك كل اللي عيبك والبس اللي عيب الناس. نعم. فشو رايك فيه؟ طبعا عشان هاي دعوه انك تكون انيق قدام الناس. نعم. المشكلة الناس السادي ما يخلونك حتى تاكل اللي يعيبك. حتى الاكل حتى الاكل صح. انا عندي واحد من الاخوان. نعم. اذا سار وكل في مطعم عيبه طبعا يزهقني من المطعم. اقول فلان وين تبغى نسير نتعشى؟ يقول المطعم الفلاني نفس المطعم، ثاني يوم نفس المطعم، ثالث يوم نفس المطعم. نعم. فما يصير يعني شيء، عرفت؟ فمثل ما قال الأستاذ أحمد أنه بعد حتى الناس ما تخليك تأكل اللي تبغاه. نعم. لأنه الحين كل حد اللي بيأكل شيء يصوره الحين يصوره وحطه في الله. فأنا أقول لك أنت الأكل هذا الإشباع يوعك أنت. نعم. أو رغبتك أنت. نعم. لكن لبسك يمكن تشبع أنظار الناس من خلاله. نعم. عرفت كيف؟ نعم. فعشان شيء قالوا كل اللي عيبك والبس اللي عيب الناس. نعم. عرفت؟ عشان تسكت انظار الناس وتشبع نظرهم تكون انيق تكون زين. طبعا نحن ضد تماما ان الانسان مقدوره انه يكون انيق وما يكون انيق. والاناقه في كل شيء. صحيح. يعني حتى في ريحته. حتى يعني الواحد حلو بيتدخن وبيتعطر وبيت قبل ما يطلع زين، ولكن رد ونقول في حدود الرجل،
في حدود الرجولة يعني إذا كان رجل في حدود الرجولة والمرأة في حدود الأنوثة يعني. لأن هذا أتوقع بوجهة نظري ونتكلم بصراحة جانب جدا مهم، لأن أحيانا تلاحظ أن صارت في بعض الأشياء تتداخل، وخصوصا أن الجيل مقبل على عالم منفتح من فضائيات، من يعني قبل كانوا يخافون من التلفزيون بس، حاليا لا ما أصبح حتى تلفزيون عندك في يدك 24 ساعة صحيح في كل مكان، وياك كل مسير يعني. الموبايل معك موبايل. في كل مكان ومفتوح على العالم، تطلع على ثقافات وتطلع على أمور يعني يمكن واحد ما كان يعرفها. أحيانا يوم شخص يقول لك في بعض الأجيال اللي مرت كان في جيلنا ويسوون مثلا يعني يشاغبون مثلا او يسوون الامور هاي او يلبسون، او واحد من هذا قال حق ابوه والله انتم قبل يوم هذا، يقول له قص شعرك، قال له انت ما شفت شعوركم قبل اليوم هذا. يعني كل زمن اكيد في شيء، ولكن الفتره الحاليه فتره انفتاح ما مرت على الاجيال السابقه. صح نعم. بس قبل يعني أهم مثال الولد اللي يقول لابوه صح كان يدايل يمكن نعم. فيهم نعم. قبل بس ما في حلاقين في الحين موجود نعم. عرفت الحين ما تلف في شارع إلا في صالون نعم. رجال الخدمات طبعا ما كانت هاي موجودة مو موجود هذاك نعم. فال أوكي حتى أن الإنسان مثلا الريال مثلا أنا ما أتكلم عن طول أو قصر نعم. أنا أتكلم عن طريقة مثل القصات اللي تستوي صحيح. أمس أشوف لاعب كرة قدم متحلق كذي ومسوي شارع في النص نعم. عرفت نعم. يعني ما يعني حتى شارع القصة هاي واي ولا ما أعرف مسوي شارع واحد شارع عريض بعد يعني. سيد رانسيد زين طيب هذا من وين ياب هالقصة؟ ياب من لاعب أجنبي صحيح شافه نعم. مثلاً متأثر فيه بلوتيلي نعم يعني نعم. في إيطاليا مثلاً هني يعني سبحان الله يعني تكلمت جزاك الله خير عن موضوع الشباب وقصاتهم وأناقتهم بالطريقة اللي هم يشوفونها. طبعاً هذه في كثير منها تنافي العادات والتقاليد والقيم والأخلاق والدين وكذا. تحدثت عن نموذج للاعب، ويمكن هذا النموذج يكون فنان يكون ممثل يكون شو ما يكون صحيح. الآن مسؤولية الأناقة، أنت لما تشوف والناس تقبلك إذا الناس متقبلة أناقتك وبالتالي بتقلدك صح. بغض النظر عن وترجع في مسؤولية تقع إذا كان على إذا كان نتكلم عن الأبناء ويتكلم عن علاقة الشباب الصغار هذه، تقع مسؤولية الأناقة وتهذيب الذوق على ولي الأمر وعلى البيت من البيت. وبالنسبة حق اللعيبة يمكن لإدارة معينة أن تنبه مثل هالناس بأنكم أنتم تمثلون وأنتم قدوة لبعض الأشخاص. أنا عجبني القرار قبل كم سنة طلع أنه ما تسوي قصة كذي نعم. يعني أعتقد كان من اتحاد الكرة من نعم. لجنة المسابقات أو ما أعرف وين أنه لا ممنوع أنه مثلا يسوي قصة أو من النادي لو سأل نعم. الله أعلم نعم. فعلى الأقل حتى اليوم نحن يوم نصير مثلا دول ثانية نعم. عندك قوانين واحد اثنين ثلاثة أربعة نحترم القوانين هذه. فحتى المفروض سواء كان يعني لاعب أجنبي أو ضيف أو أي شيء المفروض يحترمنا نحن ويحترم نعم. قوانيننا صحيح. زين يعجبني يوم أي على مول أن لازم تكون محتشم وا إلى آخره. بالعكس حلو نعم. الشخص هذا يمكن أول مرة ما يدري لكن يوم بيقرأ لهذا بي صح. صح. وبيسوي طبعا هالقصات والأشياء هذا موضوع بعد روحه اسم كامل يعني نعم. لكن نحن بنتكلم أنه بعد حتى الشخص المفروض يكون أنيق من الداخل قبل ما يكون أنيق من الخارج. جميل. زين نحن ما نبى بس نرمس يعني تكون رمسة كذا ما موزونة أو ما فيها قافية. يعني نبى مقال. يعني نبى مقال أستاذ أحمد. لا لا. نبى نسمع. نبى قصيدة. يعني أتوقع الأجواء مهيئين لك إياها أستاذ علي يعني هل قدرنا عليه خيمة ملبقي لك ضوء ميرسلك على منامة. شوف ليش ماخذين فكرة عن الشاعر أنه لازم يكون خيمة. وبر والليالي هاي الصورة الذهنية اللي عندنا والمغارب الزين نحن جابنها ونقول لا لازم أتم يالس بروحي في مكان ما في حد عشان أعرف صح وجوي أنا وياك أنا بروحي في مكان أنا ما أحب يكون فيه حد نعم. يعني في مكان يالس ما يكون فيه حد نعم. أوكي لأن عشان الهدوء نعم. عرفت وما حد يقاطعكم ما حد شاغبكم ما حد يسويك شيء فتسترسل نعم. يمكن يوافق لي الرأي سلحمد في هالموضوع أنه خلاص أنت ما تبغى حبل أفكارك يقطع خلاص أنت منطلق يعني نعم. مسترسل لكن أنه
يمكن ما يأثر عليه المنظر الخارجي وايد. نعم. حتى صك علي في غرفة وخلي بكتب. نعم. عرفت؟ بس لا تزعجني يعني. نعم. فنحن الحين نبغى نسمع شيء، وأكيد المشاهدين يعني من خلال حديثنا. أول شيء كتبت شيء عن هالجانب، جانب الأناقة. والله ما أتذكر بالضبط. كتبت أشياء وايد حتى. نعم. يمكن في مقالات، في أشياء، في أبيات، في شيء. نعم. بس ما أتذكر بالضبط يعني. لكن تقريبا يعني. طبعا أنا كل يوم ألبس وحاول أكشخ وأسوي. قلت يمكن حد يسوي فيه قصيدة يمدحني ومدح جمالي ومدح أناقتي. فما حد سوى. فسويت قصيدة اسمها مغرور. أو غرور. هي بسيطة يعني، ومجرد تراها سوالف يعني. حتى أنا حطيت بيت فيها أنها يرد على الموضوع، لكن هي يقول طلعت وجهي وقلت الله من جدي هل وجه هذا جميل ورائع وممتع، يا ليت أقدر أبوس بشفتي خدي وأعرف وش اللي يخلي الناس تستمتع. يقول تتمنى يدي تلامس بالغلا يدي، وذني تمنت إذا غني لها تسمع، فديتني من طرف حدي إلى حدي، مالي شبيه معي في عالمي أجمع، مغرور لكن أعرف بهالزمن حدي، ما أعشق إلا الجميل الرائع المبدع، لو يوقف الكون كله والبشر ضدي أنت فيني قناعة بأني الأجمل الأروع. وطالعت وجهي وقلت الله من قدي هل وجه هذا جميل ورائع وممتع، يا ليت أقدر أبوس بشفتي خدي وأعرف وش اللي يخلي الناس تستمتع. صح لسانك. هاي مجرد مداعبة يعني. ما شاء الله ما ينقص شيء يعني، ما يحتاج ما لا غرور ولا شيء. لا يعني أقصد إنه يا لسمدح حمري يعني. ترى أقول لك يعني هي مو من الغرور. أنا مية غرور. أنت ما قلت لي الصدق. إلا وين قلت الصدق؟ ما قلت شبر الصدق. ما قلت شبر الصدق. أعطيك الصدق. نحن عديتنا متواصل وجلستنا أكيد مستمرة بنتكلم عن أناقة الرجل، ولكن مشاهدينا الكرام بناخذ فاصل وبنرجع بقوا معنا. حياكم الله من جديد مشاهدينا الكرام، متواصلين معاكم في حديثنا في برنامج سمار عن أناقة الرجل، وضيوفنا الكرام الأستاذ الشاعر علي الخوار والأستاذ الكاتب أحمد الأميري. أستاذ أحمد، يعني جانب أيضا مهم في كتاباتك يعني عن أناقة الرجل، أن تحديد الماركات العالمية بأن تكون هاي الماركات هي هوس، أو خلنا نسميها دوامة، لمجموعة من الشباب اللي هم خلاص دخلوا في هالدوامة وما أطلع منها. أول شيء متابعة العلامة التجارية، خلنا نسميها بدل أساسا نعرب المصطلحات، العلامة التجارية هاي خلاص أن هذه أنا تمثلني. مثلا أحيانا شخص يشوفها مثلا لبسه القلم نفس النوع، مثلا المحفظة نفس هذا، أحيانا الكفر مال التلفون يكون نفس. طيب الهوس هذا هل لابد أن يكون موجود عند أي رجل؟ يعني أهنة تتمثل الأناقة؟ لا، أنا أعتقد أنه يعني المهوس بالأناقة هو عنده يعني عنده شعور بالنقص. نعم. يعني هو يعني يحاول يغطي النقص اللي عنده. نعم. بهاي المظاهر يعني بالفوك هذا اللي يعني ماركة ونعال ماركة وهذا كذا. طيب اليوم أنا اشتريت نظارة قيمتها 2000 درهم مثلاً، هل استخدامي لها النظارة بيكون لمدة شهر وبس تنزل نظارة ثانية استبدلها وأقول خلاص أن استوت موضتها قديمة، ولا أن هالنظارة اللي قيمتها مثلا 2000 درهم أقدر استهلكها؟ لأن اللي نعرفه عن العلامات التجارية أنا اليوم بشتري شيء أدفع في قيمة عشان استخدمه، عشان يتم وياي لفترة زمنية طويلة، ما بعشان أنا أشتري شيء لفترة زمنية قصيرة. صحيح ولا لا؟ نعم صحيح. لكن المشكلة أن الموضة لما تتغير يعني مو أنا كمستهلك أحدد. هل أنا تابعها يعني؟ لا، الموضة هي تتغير يعني، مثل النظارات فجأة تتغير، مثلا المربعة تصير مثلا النظارات دويرية، فأنت تلاقي كل الناس لابسين النظارة بهالشكل. نعم. وأنت بشكل آخر. نعم. فيطلع شكلك يعني كأن أنت شاذ بينهم يعني. أنا لاحظت أن يعني إذا يوافقني أستاذ علي،
ان احمد شوي مناصر لفكره ان نحن لازم نواكب الناس ونواكب التطور للي يقدر إن للي يقدر مو باي حد. يعني في النهايه الواحد ما لازم يكون يعني شكله غلط يعني لازم يكون مع الناس يعني مع الناس طبعا. ولكن مثل ما قلنا النقطه لنا نحن كل واحد على قده هذا اكيد هذا اكيد يعني جميل. طيب في نقطه ايضا يعني ما ادري اذا محمد ايضا شاركنا فيها ان نحن نكون سفراء لبلادنا يعني ما نكون بس داخل الدوله بس حتى خارج الدوله. يعني احيانا للاسف تلاحظ ان في حالات شاذة تشوف أن أنت إذا كنت في مجتمع أوروبي وتمشي في الشارع تشوف واحد مثلا لابس خلنا نقول بنطلون وقميص ولكن متعصم مثلا أو كرمكم الله لابس نعال. يعني أهنا تشوف الشواذ في هذا الموضوع أن شخص لا هو التزم بزي الإماراتي ولا هو التزم بزي الدولة اللي هو زيرنا. بعض الأحيان يعني تحصل حد من الناس تحصل لابس بجامة ومتعصم تحصل يمشي في السوق عادي ولا وكأن الوضع هذا طبيعي جدا. طيب يعني مثل سيارة صالون بس تواير شاحنة يعني يطلع زيجة هنا هنا المفارقة يعني. طيب أستاذ علي هنا شو رأيك في مثل الحالات؟ أنا أشوف أن نحن أناقتنا والتزامنا خارج دولتنا أهم يمكن ما يكوننا داخل الدولة. صحيح عرفت؟ لأن نحن هناك أنا ما أمثل نفسي. أنا في بلدي أمثل نفسي. صحيح لكن خارج بلدي أنا أمثل مجتمع كامل. نعم. فلا بد أن أكون أنيق في كل شيء في لبسي في تعاملي في احترامي في احترام قوانين الدولة الثانية في احترام مجتمعاتهم ثقافتهم أشياء كثيرة يعني أن أكون يعني سفير لبلدي. فالناس ما بتقول هذا فلان أنا. نعم. في البلاد بيقولون هذا علي الخور. نعم. لكن هناك بيقولون هذا إماراتي. صحيح عرفت تنظر لك إنه شوف الإمارات شو جالس تسوي ما يقولون شوفوا علي شو جالس تسوي. صحيح. لكن أنا في بلادي هني أنا بيقولون طالع علي شو مسوي لأن المجتمع موجود. صحيح. إذا أنا طلعت بشيء مختلف شاذ. أو مسيء فبسيء لنفسي قبل ما أسيء المجتمع. نعم. لكن في الخارج أنا أسيء المجتمع بالكامل. نعم. ما أسيء لنفسي. نعم. حتى هني داخل دولتي اليوم ما شاء الله كم جالية موجودة في الإمارات. نعم. يعني مئات يمكن تكون الجاليات اللي موجودة. أنا كراعي البلد هذه أو راعي الدار لازم أكون قدوة بعد. حتى في قوانين الشارع في الشارع في تعاملي في احترامي في مكتبي في بيتي في شركتي في مواعيدي عشان أنا أعكس صورة للناس اللي موجودين عندنا اللي عايشين والزوار والسياح أن بالفعل هذا مش بلد بس نظيفة وبلد ما شاء الله حديثة وجميلة بعمرانها وكذي حتى بناسها. صحيح. عرفت كيف؟ أنت دائما تصير ممكن الدولة تقول يا أخي حلوة البلاد بس مشكلة الشعب ما ينطق. نعم. صحيح. عرفت؟ فأنت تعطي لو أنا كنت بسافر الدولة هذه. نعم. ما أصير. صح خلاص انطباع. عرفت لو أشياء تجذبني أن أصير. نعم. لكن ما أصير. صح. لكن يوم بتكون مواكبة حتى الانفتاح الحمد لله بلادنا وتطور والعمران والحداثة اللي موجودة نكون حتى نحن في لبسنا في احترامنا في اسلوبنا في تعاملنا مع بعضنا ومع الغرب حتى او مع اخواننا حتى المقيمين الموجودين في على البلاد في قوانيننا مثل مدام عندنا الاستاذ يمكن احمد ادرى الحمد لله البلد نحن نحترم قوانينها وقوانينها تحترم الإنسان نفسه. فهذا الشيء كله يعكس صورة عن الإنسان الإماراتي وعن الإمارات بشكل عام. ممتاز. أستاذ أحمد تتوقع أن الكتابات في مثل هذه المواضيع يعني بترفع من مستوى أناقة الرجل وبتحد من مستوى الأناقة الزايدة إذا ظلين نكتب نصائح أو طرق أو مقالات يمكن تكون ساخرة ويمكن ما تكون ساخرة هل هاي في لها تأثير على المجتمع وعلى القارئ وعلى كذا؟ أكيد له تأثير لكن يعني التأثير ما تقدر أنت تقيسه يعني. نعم. يعني أنت ما تقدر تقيس تأثير شيء معنوي. نعم. لكن يعني بعد في مشكلة أن المقال المفروض ما يكون مباشر وما يكون بأسلوب وعظي. نعم.
لأن هذا الشاب يعني هو يتلقى النصائح من أبوه، من أمه، من مثلا الأستاذ اللي في الجامعة، من أخوه الكبير، يعني من الأستاذ أحمد الأمير بعد يعني يعطي يعني يتعب يعني. يقول ناقص ناقص يعني شاري مجلة وبقراه وبعد بتنصحني فيها، فممكن أنت تنصحها بقصة بحكاية يعني بهاي الطريقة يعني. شو اللي خلاك تختار القلم في مقالك؟ شو معنى اخترت القلم؟ لأن القلم يعني أحس أنه مميز في أناقة يعني، خاصة نحن أصحاب الكنادير. نعم. يعني كناديرنا كلها متشابهة على فكرة، في مفارقة أنا أطالع ولا واحد فيها حاط قلم قلم يعني يطلع مميز. نعم. من شي ذكرته يعني. نعم. وفي كانت ردود أفعال على المقال اللي أنت كتبته؟ يمكن حد كان يقول بما أنا صديقك أنت يمكن كنت تقصدني أنا؟ لا ما في يعني صديقك اللي كنت تقصده عرف انه هو صاحب ده هيك كلمته وقلت له يعني. ايه. لان شرحت له يعني عقب ما هو قال لي ايه. موضوع البزنس هذا قلت له يعني. لكن انت ما تعتقد، يمكن السؤال لكم انتوا الاثنين، بان الرجل اصبح في هذا الطبع بمجارات للموضه عشان يحافظ على اناقته بدا ياخذ طبع، مش طبع عند بعض المجتمعات، مش طبع الرجال، ان الرجال عنده اهتمامات اخرى غير الاهتمام بالمظهر وفقط اني انا دائما اروح الخميس او الجمعه اروح المركز التجاري، اروح على المحل واشوف شو اخر شيء نزل عندي او نزل من العلامات اللي انا احبها. هذا مش من طبعنا. اقول لك شيء اخي، اليوم انا مشكله بضربك مثال بسيط. نعم. الحين لو جيت انت بتروح مركز، نعم، شو بتسوي؟ بتتلبس، بتكشخ، وتحاول انك تلبس تكون انيق قدر ما تقدر. زين. لكن المشكله يوم يصير يصلي الجمعه لابس جلابيه. صح. نعم. يعني انت ساير مجاب العالم بكامل اناقتك. نعم. وتصير جاب ربك بجلابيه. نعم. نحن نشوف يعني ناس في المسيد. صح. اخي حتى المسيد يوم تصير. صح. لازم تكون انيق. صح. عرفت كيف؟ لان انت ساير جاب رب العالمين. نعم. فعلى الاقل حاول انك تلبس وتتزين وتتأنق مثل ما انت ساير المركز او جاب الناس. نعم. او جاب المدير او منصب معين. نعم. عرفت كيف؟ صح. لكن يوم تيجي المسيد مثلا في المسيد في الفروض او في مثلا صلاة الجمعة وشي تشوف اللبس بجامة كأنه بس جالس يبغى يخلص لابس اي شيء. صحيح. بس نعم. بجامة النوم جاي. نعم. قايم من النوم جاي. صحيح. ما يصير. نعم. حتى انت حتى بجاب ربك يا اخي يكون انيق. صحيح. يعني بجاب ربك نقطة جدا مهمة. عرفت. متابعتنا للموضة، متابعة الرجل للموضة والسؤال وباستمرار لو تحصل حد منهم يقعد يقول لك انت ما عرفت ترى نزلوا الساعة الفلانية نزلت وفي منها مثلا 10 15 حبة القلم الفلاني تحيد هذا يا هذا قديم. في حد من الناس اصبح شغله الشاغل موضوع الموضة، ويمكن مثل ما قلت انا انه بدأ ياخذ طبع مش طبع اللي المفروض ياخذ الرجل في هذا الموضوع. شو رايك استاذ احمد؟ ولا هذا وضع طبيعي؟ لا مش طبيعي. لا قال لك اللي عنده نقص يحاول يكمله بساعة. قال نقطة مهمة جدا انه في نقص في بني ادم. قال استاذ انه في نقص يحاول يغطيه باشياء ثانيه. اعتقد يمكن انت قلت على الموضوع. نعم. لا انت يعني انت لازم تكون مع الناس. نعم. اما ما تروح كل يوم تسال شو نازل طالع الانترنت اخر شكل هذا الموبايل. هذا موجود يعني. هذا يعني بنتحدث عن موضوع هل ان الزوجه مسؤوله عن اناقه زوجها ولا لا، لكن مو بالحين، بعد ما ناخذ فاصل قصير. مشاهدينا الكرام ناخذ فاصل ثم نعود. حياكم الله من جديد مشاهدينا الكرام في سمار. الأناقة الرجالية موضوع حلقتنا لهذا اليوم، وضيوفنا الشاعر علي الخوار والكاتب أحمد الأميري. أستاذ أحمد، كنت أسألك قبل ما نطلع نحن هذا الفاصل عن هل المرأة مسؤولة عن أناقة زوجها؟ لا، هي مش مسؤولة، بس هي أقدر. يعني في وجهة نظري أنا المرأة أقدر، لأن المرأة يعني كائن رقيق وكائن يعني كائن جميل يعني. والمرأة يعني هي عايشة هذا الجو، جو الجمال وجو الأناقة. أنا أعتقد أن هي يعني تفهم في الأناقة، أناقة الرجل يعني. نعم. لأن هي من الجنس الآخر. نعم. يعني أنا لما أشوف رجل
يعني انا لاني من نفس الجنس يعني ما في شيء يعني يخليني انجذب له. نعم. المراه بما انها يعني مثل ما الرجال ينجذب للمراه. نعم. فالمراه نفس الشيء تنجذب للرجال، فهي يعني هي تفهم اكثر في ان كيف ان الرجل يكون جذاب. ما تعتقد انها تخون فيه بعد؟ انا عندي تعقيب. هي. شوف ما في واحدة بتخلي ريلها يطلع بتخلي ريلها جذاب زين عشان شو اما بصير بتلبسه وبتعدله عشان يطلع عشان غيرها ينجذب له. انا والله ما اعتقد هاي النقطة ما يدري. بقول لك ليش؟ بقول لك الدليل. بقول لك الدليل انا لان في عينات موجودة يعني شعبان عبد الرحيم يوم سألوه عن لبسها اللي لابس كان شادر لابس ملون وحالته حاله 50 ساعة هني وها قال والله حرمتي هي اللي تختار لي اللبس وهي اللي تختار لي صدق اكيد ما حد يشوفك ملبستنا يعني مسويتنا رقوس عرفت ايش قال فاعتقد ان انا اعترض انا لا انا اسحب كلامي اذا اقول لك شيء انا اعترض ان الواحد يشاور حرمته ان يقول شو البس بتحاول تلبس شيء ما تخلي الباقيات فمعناته هو يشاورها ويلبس العكس المفروض او يشاور اخته يعني مثلا مثلا لكن اوكي اتفق وياك ان ذوق المراه دائما يكون رفيع يعني في يعني اطلاع على الموضه واطلاع على الاشياء وعلى على اكثر يمكن من الرجل واهتمامها بالموضه واهتمام بالاناقه وهذا اكثر يعني انا مثلا لو جيت اليوم بسوي ديكور في بيتي مثلا ممكن اخلي ام احمد اقول له لا انت اختاري الديكور اللي تزينه وشي يمكن ذوق المراه اجمل من ذوق الرجل يعني لكن هي تلبسك عشان غيرك ينجذب لك لا مستحيل بتلبسك شيء ان تكون زين يعني بس انه تخلي الحريم ينجذب لك مستحيل ما اتوقع ابو احمد في جانب ايضا مهم يعني يمكن طرقنا له في البداية في كلمة قلتها أنه في حدود الرجل فنحن احنا هنا بنتكلم عن في حدود السنع يعني إذا ما كانت أناقة الرجل في حدود السنع أو العادات والتقاليد الإماراتية خلنا نسميها فمتى نقول أن الشخص هذا طلع عن السنع أو بالغ مثلا في موضوع الأناقة يوم بيرمي كل شيء وراه اليوم حتى نحن يوم بنتكلم عن الأناقة لازم ان انا كشخص يبقى اكون انيق لازم بعد اراعي اعتبارات كثيره يعني من ضمنها عاداتي تقاليدي ديني حتى مركزي في المجتمع مثلا صحيح. عرفت اختار كل شيء يعني يقول لك لكل وقت اذان يعني فاليوم انا يوم بصير البحر بكل لبسي غير انا يوم بصير اجتماع بصير مثلا تكريم معين او بيكون لبسي غير عني بكون مثلا بصير بيالس ويا ربعي مثلا وكذي فاكيد انه كل شيء في مكانه ينحط في مكانه يكون صحيح. جميل يعني عرفت فمو بلازم انا اكون 24 ساعه كاشخ مثل ما يقولون او انيق في 24 ساعه مستحيل يعني بيكون الواحد يعني شيء ولا بيكون على طول إذا كان على طول مبأنق فهذا مهمل يعني عرفت مهمل نفسه فلازم يهتم بنفسه مو بعشان شيء عشان ما يكون عالة على الناس صح. يعني اليوم يوم بيجلس على دارك واحد لبسه زين وريحته زينة كلامه زين واسلوبه زين وكل شيء فأنت تحب اللي يلسه وياه صحيح صح. عرفت ما ودك اليلسة تخلص مثل هاليلسة هاي الله يسلم بوجودكم أنتم طبعا والأستاذ أحمد فال أنا أقول لك كل شيء بالعقل حتى أنا يوم بسوي براعي اعتبارات لأهلي المجتمعي صحيح. العاداتي تقاليدي ديني كل شيء يعني إذا رميته وراي طلعت كني كل شيء عادي كني طالع عاري يعني ما كان يعني تتوقعون هني شبابنا في الوقت الحالي أناقتهم يعني تعتبر من الأشياء الزينة اللي الواحد يقدر يعني يفتخر فيها ويوم يصير ويتكلم عنها يقول والله احنا شبابنا يعني سواء في المظهر الخارجي او الداخلي عندهم اناقه هل الشكل العام للمظهر الخارجي للشباب في هذا الوقت يدل على اناقه رجل والله في بعض الشباب يعني يرفعون الراس نعم وفي قله للاسف يعني لبسهم ويعني تصرفاتهم وطريقتهم في يعني
شيء ما يعني ما يشرف يعني. حتى نصيحه يعني هل تعتقد ان في ان لو يتنصحها ينتصح؟ لا يعني بتنصحها لمصلحته طبعا، مو تنصحها بشكل مباشر يعني. هو عاده اللي يكون مثلا واحد يلبس يطلع المول ولابس قميص فيه جماجم، نعم، هذا يعني مو مال انت تنصحها، هذا ممكن انت تصفع يعني مو مال تنصحها يعني، يعني تحاول تقنعه لان هذا يعني ابو جماجم هذا مو مال المصحف. شكله اسم لمقال جديد ابو جماجم. لا لا بس بقول لك شيء، هذا اللي لابس جماجم اذن عليه المغرب في المول شو بيسوي؟ يرسخ قميص ويصلي فسخ انا لاحظت اكثر من شخص ويوم يصلي مثلا في مراكز تجاريه تشوفه يصلي بفانيله مجلوبه، فلاحظ ان اول ما يطلع من الصلاه عدله ورد لبسه. شو كان ظن زين؟ شو كان كان اقتصر هالشيء بالبيت؟ عرفت شو قال؟ فانا اقول لك يعني على سبيل المثال يعني ليش نحن دائما نقول لك ان نحط مراعاه لعاداتنا لاهلنا لصورتنا قدام الناس. في مقوله ابو احمد يعني دائما انا تعيبني صراحه، يقول لك يوم انا يوم الشخص خارج بيته سفير لبيته، يوم يكون خارج وطنه سفير لوطنه، يوم يكون داخل بيته سفير لنفسه. يعني لو انت داخل بيتك تراك انت سفير لنفسك. صحيح. فهنا الواحد اذا اشتغلنا بالمبدا هذا بنكون فعلا وعارفين منو جالسين نمثل. صحيح. انا اقول لك شوف موضوع جدا حلو اللي انتم تتكلمون فيه او اللي نتكلم فيه من الصبح، وجدا زين وممتاز. نعم. الحمد لله رب العالمين شبابنا والنعم فيهم، انا اختلط بهم جماعه كبيره بشكل يوم. صحيح. والنعم فيهم. نعم. اذا كان في قله بسيطه فلا تكاد تذكر يعني، او لازم يكون يعني. نعم. مثل ما اقول لك في كل قاعده شواذ، في كل قاعده شواذ، او نعم، في كل بلد في معشره او في منبر. عرفت يعني؟ نعم. فاذا كان واحد اثنين نعتبر زكاه شبابنا. عرفت؟ لكن الحمد لله رب العالمين الثقافه الموجوده في البلد، الحمد لله، العلم، الدراسه، بالاضافه الى مدارسنا الثانيه اللي هي بيوتنا. نعم. عرفت؟ فهاي كلها خرجت شباب. نعم. محترم، محترم في لبسه، محترم في تعامله، محترم في اسلوبه، محترم في كل شيء، في تصرفاته. نعم. فالحمد لله. الحمد. اعتقد ان شباب الامارات، نعم، على وجه الخصوص يعني بتكلم حتى خارج الدولة مميز، ونعم الشباب ونعم فيهم. طيب أستاذ أحمد، كلمة أخيرة أو نصيحة، نحن اليوم ما بنستخدم المسمى الثاني اللي هو كمحامي، ولكن ككاتب ومطلع على ثقافات ومطلع على هذا، شو ممكن تلخص لنا حوارنا اليوم في نصيحة نقدمها للمشاهدين الكرام؟ النصيحة أن لا تكون يعني الواحد ما لازم يكون شاذ عن الناس، ويلبس اللباس المناسب للمكان المناسب والمناسب لعمره. جميل. يعني لبس أبو 20 سنة غير عن لبس أبو 60. في حد يبغى يتشبب؟ مشكلة يعني. نحاول نتشبب. الله يعطيكم الصحة والعافية. صراحة يعني الجلسة ما تمل، ما ودنا تخلص صراحة يعني، لأن الحديث شيق وياكم في اللجنة يعني. الله يعطيكم الصحة والعافية. أستاذ أحمد الأميري شاكرين لك، شاكرين تواجدك ويانا. أستاذ علي الخوار، أنا شاكرين لك، سعداء بوجودك اليوم ويانا والحوار الجميل. حسني حياكم الله. الله حياكم. مشاهدينا الكرام، وصلنا معاكم إلى ختام حلقتنا في هذا اليوم من هذه الجلسة، وأكيد لنا لقاء جديد وضيوف جدد. وبدوري أنا أيضا أشكر ضيوف الكرام في الذين أثروا حلقتنا في هذا اليوم، وإن شاء الله نلتقيكم مشاهدينا الكرام في حلقات أخرى قادمة. لكم منا أجمل تحية، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.